ترى عم تاكي عم تستجم بممر السعادة. هاي طيارتنا على عين عم طيارة هلا وأخيرا ترى عم تقول لا روح للمسافر مسافر لا تدو. أنا من هلا انعست ما بعرف شو صار لي بدي بس نام بس الفكرة ما فيني نام لتطلع الطيارة هلا المفروض 20 دقيقة إن شاء الله نكون مقنعين لأنه نطلع الساعة 12 هلا الساعة 11:40 دقيقة حسيت فجأة صعبني كمون وجاي لا لأنه نمنا الساعة 2 وفقت الساعة 7 مشان هيك كثير نعسانة وصل لي فترة مالي فايقة بكير. بس عم بتابع مسلسلات افلام ايه كانت عم تتابع فيلم المهم كثير متحمسه لاني اول مره يعني بزور مصر وغير هيك انه تخيلوا درجه الحراره هلا 35 يعني في صدق قديش بتيجي عنا بدبي كانت؟ 46 مستحيل عن جد عم تحكي؟ ايه يعني في فرق يعني في فرق احنا شيء نحن ما خلينا بلد ما مرقنا عليها بالدول والخليج ليش عم يبرق بالبلاد الخليج يعني اذا احنا كنا مصر ليش عم يبرق؟ هلا بدك تروح تسالي الكابتن انا ما بعرف يا حياة الله اوكي المهم الحمد لله على سلامتنا هلا ما بين غير منتج بس شناتي بس حاليا انا ما عم بمزح معكم انا عم جد قضيت نوم نمت السفره كلها بس فقت اخر 35 دقيقه بالضبط اخر 35 دقيقة فقت فلقيت سيدي عم بتابع فيلم وكملت ومتابعة مع الفيلم هيك فالحمد لله رحلتنا كانت كتير ميسرة ومريحة وسهلة ومريحة بنفس الوقت. انا عم بحكي مع السيدرة بس ما عم تفهم علي شو ما قال لي شو انا ما عم بفهم علي ما عم بفهم علي بطلت احكي معه انا بسمع بس على المطار هلا بنروح بنختم بنخرج نحن الشناتي انا عم بنزل حاسه السيستم تبعي ما بعرف شو كريمة بدك تبقى انا الكريمة دي تبقى أنا هلا يعني لازم نحكي مصري صح؟ مرحبا يا فندم حلو مبدئيا لحد الآن كمان المطار بمصر هون رواق مو عجقة يعني لما أنا ما بشوف عجقة بعرف إني ما بياخ يعني ما باخذ وقت كتير بالمطار شوفي شو عم يصير معي سيدرا؟ موبايلي ما فيه شحن بقولكم انه موبايلي حيفصل من الشحن سيدرا قالت لي ليك ديري بالك يفصل موبايلك بنروح فيها بنروح فيها اوكي انا مفوت على الحمام فكل حمام شوفوا راح يشوفوا شفت هذا الحمام تمام كل حمام شوفوا راح يشوفوا يلا يلا بالحمام الجاي كل حمام لا يلا يلا بالحمام الجاي اوكي اجيت خلص يعني انه اسرع من هيك فكره لكن احنا جايين فيكيشن يعني احنا ما ورانا فيكيشن يعني انا جاي سياحه وسفر فليش استعجل المطار واركض خلص انا جاي رواق في داعي استعجل لكن بلش وشي وجعني منك انا بلش عن جد هلا صار فيني اقول لكم خلصنا من المطار بين بس اخر الشي ناخذ الشناتي بس رح نشوف لك هاي البوابه تبع الشناتي تبعيتنا اربعه شايفين بس ليك عم تستنانا شناتينا عم يستنونا لانه تاخرنا والله جوا اوكي سيدي رح نشوف بسرعه بسرعه ما في وقت وين الثانية؟ بعد كانوا هاي الأولى هاي الثانية خلصنا شايفين؟ الأمر سهل يعني يا الله أنا فقست معي على ضحك ما بعرف ليش مسكي مسكي بس موبايلك عن جد ما بعرف ليش ليش هيك الإضاءة ليش؟ إيه وأنا بس تفقس معي على ضحك الله يستر
فهلا بدي اشوف من وين المخرج، لانه هون مكتوب مخرج الطوارئ. هون الجمارك، يعني ما بعرف المفروض من وين نطلع نحن بصراحه، لان المطار جديد علي اول مره. هلا شو لازم تقولوا لي؟ نورتي بالمصري، يعني انت نورتي الدنيا. والله انا نورت، بعرف يعني كلكم زاب دخيل قلبكم حبايبي. والله انا بعرف وين ما اروح بنور. هلا اجواء شو مصريه، يعني مصريه. اوه مثل الافلام، فهمتي يعني؟